تحب القطط عدة وجبات موجودة بشكل دائم في المنزل، ولكنه يجب علينا أن نأخذ حذرنا، فلا يجب أن تأكل القطط أي أكل نيئ، لأن هذا يثير داخلها غريزة الغابة ويجعلها شرسة ويبعدها كل البعد عن اللطافة المعتادة ويجعلها عدائية جدا. فيجب عليك أن تعطيها فقط الأكلات وهي مشوية أو مطبوخة أو مسلوقة وليست نيئة. البيض هو أحد الوجبات الأساسية الموجودة في كل البيوت، وهو مفيد جدا لأنه غني بالبروتين، وهو أيضا من الأكلات التي يمكن تقديمها للقطة. التفاح من الأكلات التي يمكنك إعطاؤها للقطة، وهو غني بفيتامين سي، والذي يساعد على إعطاء القطة بعض الفيتامينات الهامة التي تساعد على زيادة جهاز المناعة الخاص بها. الدهون البيضاء كالشحوم مثلا، يستحسن إضافة بعض الدهون البيضاء إلى وجبات القطط المختلفة لتزويدها بالقدر الكافي من الدهون، ويجب أيضا ألا تكون الدهون نيئة. السمك هي وجبة خارجية، ولكن يمكنك تصنيعها في البيت باستخدام الأسماك، فمن المعروف مدى حب القطط للأسماك خاصة المدخن، والذي يمكن تحضيره في البيت بسهولة. السبب الذي يجعلنا نبحث في الأكل المنزلي عن أكل للقطط هو عدم توافر إمكانية لإحضار أكل خارجي لها، لأنه يكون غاليا جدا. لذا سنقدم لكم اليوم أيضا أرخص مجموعة وجبات منزلية يمكنك تقديمها للقطط، على رأسها الخبز المنزلي الذي يعد طعاما مفيدا جدا للقطط لما يحتويه من فيتامينات ومواد صحية. يمكنك تقديم الخبز كوجبة أساسية للقطط، ولكن يجب عليك إضافة بعض الأكلات الجانبية أيضا، مثل البيض أو التفاح أو الأسماك، بكمية قليلة لكي تأكل القطة الخبز. ولكن بشكل عام فالخبز ليس وجبة مفضلة لدى القطط. اللحوم البيضاء مثل الدواجن، والتي تعد رخيصة نسبيا مقارنة باللحوم الحمراء، فهي من الأكلات المفضلة لدى القطط. لذلك من الممكن أن نقدم للقطط قليلا من اللحوم البيضاء مسلوقة أو مشوية بدون بهارات. تعد مشتقات الألبان من الحليب والجبن من الأكلات المفضلة جدا لدى القطط، فيمكنك تقدمها مع الخبز لتصنع وجبة رخيصة جدا للقط الخاص بك. يعتبر الموز من الفواكه المفيدة للقطط لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لكن ننصحك به مرة كل أسبوع فقط لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات التي يمكن أن تسبب السمنة المفرطة لقطتك. تعتبر وجبة الدجاج والشوفان من أسرع وأرخص الأكلات المفضلة لدى القطط، وطريقة التحضير سهلة. قم بسلق الدجاج جيدا، ثم أضف إليه الشوفان، ثم قدمه لقطتك.